سوف نتعرف في هذا الدرس على الأداة كلون ستامب والأداة باترن ستامب. وسوف نتعرف أولا على الأداة كلون ستامب، وسنتعرف سويا على طريقة عمل هذه الأداة من خلال المثال التالي. فإذا أردنا مثلا نسخ جزء من هذه الصورة في مكان آخر بها، نختار الأداة ثم نضغط مرة واحدة بالزر الأيسر للماوس فوق الجزء المراد نسخه، وذلك أثناء الضغط على مفتاح Alt من لوحة المفاتيح. ثم ننتقل إلى الجزء الآخر من الصورة ونبدأ في الضغط مع السحب بالماوس، فيقوم البرنامج بالقيام بعملية النسخ بهذا الشكل كما نرى. وبالطبع يمكننا تغيير حجم البراش المستخدمة في الرسم، وذلك عن طريق تحديد الحجم المناسب من الأوبشنز بار بهذا الشكل. ولاحظ أنه في كل مرة نقوم فيها بعملية الرسم يتم التكملة على عملية النسخ السابقة